ارتفعت أصوات كثيرة في العاصمة واشنطن مثيرة جدلا كبيرا بسبب زيارة الرئيس جو بايدن المرتقبة إلى السعودية بعد توقيع 44 كاتبا وفنانا أمريكيا رسالة مشتركة طالبوا فيها بايدن بإثارة ملف حقوق الإنسان مع المسؤولين السعوديين خاصة فيما يتعلق بمعتقلي الرأي. قبل جولته الشرق الأوسطية المرتقبة منتصف هذا الشهر يواجه الرئيس جو بايدن مطلبا مختلفا هذه المرة هي رسالة مشتركة وقعها 44 كاتبا وفنانا يطالبونه فيها بجعل ملف حقوق الإنسان في السعودية على رأس أجندة زيارته للرياض ولقاءاته بمسؤولي المملكة. الرسالة ركزت على تلك الوعود التي قدمها بايدن في وقت سابق والمتعلقة بالموقف من وضع حقوق الإنسان في المملكة وهو الأمر الذي يقول به مشرعون في الكونغرس. لست متأكدة من أهداف هذه الزيارة وماذا يمكن أن تحقق بلادنا منها. الرئيس قدم مبررات عدة لذلك لكني لا أرى أسبابا جيدة لهذه الزيارة في الوقت الحاضر. الكتاب والفنانون الموقعون طالبوا بايدن بطرح مطلب إطلاق سراح سجناء الرأي في المملكة مذكرين بتجربة سابقة لبايدن مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العام الماضي في أعقاب المحادثات بينهما وهو الأمر الذي يقولون إنهم يأملون أن يتكرر في الرياض. أغلب المعتقلين الذين تم إطلاق سراحهم بشروط محددة تم ذلك بشروط تقيد حرياتهم في التعبير وإبداء الرأي ومن ذلك حرمانهم من استخدام وسائط التواصل الاجتماعي ومنعهم من السفر وإبقاء العقوبات المعلقة عليهم. بعضهم لا يستطيع العودة إلى وظائفهم وجميعهم يواجهون عواقب خطيرة في حالة إخلالهم بالشروط المفروضة عليهم، لذلك هم ليسوا أحرارا حتى وهم خارج السجون، يقول الكتاب والفنانون الأمريكيون. مطلب الكتاب كان قد سبقه الشهر الماضي مطلب مماثل من مشرعين وحقوقيين لإدارة بايدن بضرورة التمسك بموقف تحقيق العدالة في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي خلال تجمع بواشنطن بمناسبة إقرار مجلس المدينة تسمية الطريق المؤدي إلى مبنى السفارة السعودية باسم جمال خاشقجي. جوهر الرسالة التي وقعها الكتاب والفنانون الأمريكيون يتعلق بضرورة إبقاء الرئيس بايدن لمسألة حقوق الإنسان على رأس أجندة زيارته للمملكة خلال الأيام المقبلة، مسألة أخرى يرى فيها هؤلاء جوهر الجوهر وهي تلك المتعلقة بضرورة مطالبة علنية وغير مشروطة بإطلاق سراح معتقلي الرأي في المملكة، لأن من وجهة نظر هؤلاء الكتاب أن المسألة تتعلق بحرية التعبير والرغبة في التطلع إلى واقع أفضل في حياتهم. رابح فلالي، الحرة، واشنطن. ومعنا من أثينا عبر سكايب الفنانة والكاتبة الأمريكية مولي كرابابل، وهي من الموقعين على الرسالة الموجهة للرئيس جو بايدن. مرحبا بك سيدة كرابابل. هل الاعتراض على الزيارة نفسها أم على كون الزيارة غير مشروطة ببعض شروط التزام السعودية أو توجيه السعودية نحو حقوق الإنسان خاصة مسألة المعتقلين؟ أنا أعارض الأمرين. العربية السعودية هي واحدة من أسوأ الدول التي تسجن الكتاب والفنانين حول العالم وتقوم بحرب في اليمن، خلقت أكبر أزمة إنسانية حول العالم وهي ترغم الناس على الجوع. هناك افتقار لحرية التعبير والنساء لسنا مواطنين من مماثلين للرجال، وهناك الكثير من الأسلحة الأمريكية التي بيعت السعودية. أنا أفضل ألا يزور السعودية، ولكن لو ذهب نطلب منه أن الإفراج عن 29 كاتب وفنان ومدون. هل تعتقدون بأن ربما هذه الزيارة الحكم عليها مسبقا قد يكون سابقا لأوانه، خاصة أن موقف الإدارة الحالية كان واضحا في مسألة حقوق الإنسان تجاه السعودية وغيرها؟ هل استعجلتم في الحكم على الزيارة؟
لا لا أظن أننا أحكم مسبقا على الزيارة. من المهم أن نستخدم قدراتنا للمطالبة من رئيسنا أن يدافع عن زملائنا الكتاب في المملكة العربية السعودية مثل أحمد علي عبد القادر مثلا الذي تم القبض عليه وتم سجنه في العامين الماضيين. لابد أن نستخدم ما لدينا من قوة للدفاع عن حقوق الإنسان. برأيك لا يستطيع الرئيس بايدن من خلال هذه الزيارة أن يقنع المعارضين لها بجدواها عبر ما سيبحثه مع المسؤولين السعوديين وأيضا المسؤولين دول المنطقة؟ لو فعل ذلك سأفاجأ بشكل إيجابي بالتأكيد. ما الذي يحتاجه لكي يفعل ذلك؟ ما الذي يحتاجه لكي يقنعكم بجدواها؟ لابد أن يطالب بالنهاية للشروط المجحفة التي تواجهها المعتقلين والمعتقلات الذين اعتقلوا لأنهم يدافعون عن الحرية وسجنوا وعذبوا وبعد إطلاق سراحهم الآن لا يسمح لهم بمغادرة البلاد ولا يستطيع الحديث حول السجن الذي قبعوا فيه وإلا سيسجنوا مرة أخرى. لابد من مطالبة بحرية هؤلاء الناس، ليس فقط إخراجهم من السجن بل رفع كل هذه القيود المفروضة عليهم. هل تريدون المطالبة أم تعنون بالمطالبة، مطالبة بايدن السعودية، تعنون بها ممارسة الضغط بأشكال مختلفة أخرى؟ يجب أن يضغط على المملكة العربية السعودية. السعودية تتلقى أسلحة أمريكية وأموال أمريكية، وعلى الأقل لابد أن يستخدم هذا النفوذ للضغط عليهم لإفراج عن العشرات القابعين في ظروف شنيعة داخل السجن لأسباب غير منطقية. هل تعتقدين بأن هنالك مفاضلة بين النقاط السياسية التي يمكن أن تحقق في المنطقة كلها؟ وخاصة منها ما يتعلق بتأثيرات الحرب الروسية على أوكرانيا من جهة، ومن جهة ثانية مسألة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط والسعودية على وجه الخصوص. لا أعلم كيف أجيب على هذا السؤال. لا أعلم ما الذي يعنيها هذا السؤال. هل تعتقدين بأن المصالح السياسية قد تكون أولى من مسألة حقوق الإنسان بالنسبة لإدارة بايدن؟ موضوع الحرب بين أوكرانيا وروسيا هو أيضا موضوع حقوق الإنسان. روسيا احتلت دولة ذات سيادة وقتلت الأناس، هذه موضوع يخص حقوق الإنسان أيضا. مع مدى شناعة القبض وسجن النساء في السجون السعودية، كلا الأمران شنيع. ما الذي يحتاجه بايدن ليقنع معارضي زيارته هذه للسعودية بأنه فعل ما بوسعه وبأن الزيارة كانت ضرورية؟ يمكن إخراج هؤلاء الناس والرجال والنساء من السجن. هل تعتقدين بأنه بمقدوره ذلك؟ أعتقد أنه مع الأخذ في الحسبان حجم الأموال والأسلحة الأمريكية هذا هو أقل ما يجب أن يفعله. هل الحالة السعودية مختلفة عن حالات أخرى؟ أتيت على ذكر أوكرانيا لكن عن حالات أخرى، يعني في حالة السعودية يعتقد البعض ومن بينهم سعوديون أن الضوء يكون أكثر والتركيز يكون أكثر من اللازم في حالة السعودية منفردة عن دول أخرى، يعني أوضاع حقوق الإنسان فيها ليست على ما يرام، لماذا؟ هل نحن نتحدث عن زيارته إلى السعودية أم لدول أخرى؟ نحن نتحدث عن زيارته إلى السعودية، لكن ألا تعتقدين بأن السعودية يركز عليها أكثر من اللازم؟ يعني تحظى بمزيد من الاهتمام من قبل الحقوقيين في الولايات المتحدة أكثر من دول أخرى؟ That's
هذا ما تقوله كل دولة تسجن الأناس. يقول ماذا عن الدول الأخرى وماذا كما وكأن أن هذا يبرر ما يفعلونه من أفعال. إلى أي حد برأيك الظروف مواتية الآن بالنسبة لإدارة بايدن بالنظر إلى أنها علاقتها مع السعودية في مد وجزر ظروف مواتية لها الآن لتضغط أكثر ولتستطيع إخراج بعض هؤلاء المعتقلين؟ إنه سيقابل ولي العهد أليس كذلك؟ إنه سيذهب إلى المملكة العربية السعودية وهناك فرصة للحديث معه حول هذا الأمر. شكرا لك من أثينا عبر سكايب الفنانة والكاتبة الأمريكية مولي كرابابل. ضم إلينا عبر سكايب من واشنطن نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية سابقا السفير آدم إيرلي، عبر سكايب من نيويورك المديرة التنفيذية لمنظمة الديمقراطية للعالم العربي الآن سارة ليا واتسون. مرحبا بكما ضيفي الكريمين. أبدأ معك سيد إيرلي، إلى أي حد هذا الجدل قائم في أوساط النخبة الأمريكية؟ هذه زيارة ضرورية، لا يجب أن يذهب بايدن إلى السعودية، بين الرأيين؟ أولا دعنا نتحدث عن أمر مبهج. عيد مبارك لك وللمشاهدين أولا. شكرا لك. على الأقل نتفق بأن هذا يوم خاص ويستحق الاحتفاء. أما فيما يتعلق بزيارة بايدن للمملكة العربية السعودية، أنه ملعون لو فعل وملعون لو لم يفعل، بمعنى أنه لو ذهب إلى هناك سينتقد لربما لإعادة تأهيل شخص قال عنه أنه قاتل وأنه منبوذ، وإذا لم يذهب سيقوم بتغريب الكثير من أفراد حزبه وكثير من الناس في الولايات المتحدة الذين يدركون أن المملكة العربية السعودية سواء اتفقنا في مجال حقوق الإنسان أم لا من الصعب تمرير أهدافنا الخاصة بالشؤون الخارجية دون التحدث مع المملكة العربية السعودية. سيدة واتسون، معارضو هذه الزيارة هل ينطلقون من أساس صلب يراعي مصلحة الولايات المتحدة جنبا إلى جنب مع مسألة حقوق الإنسان في السعودية على وجه التحديد؟ القضية ليست سفر الرئيس بايدن للسعودية أو هل يجب الولايات المتحدة كل ذي علاقة مع المملكة العربية السعودية. السؤال الأصح هو أننا يجب أن نركز على ما الذي يفعله الرئيس بايدن في المملكة العربية السعودية. يبدو أنه سيوقع على اتفاق أمني يجعل الولايات المتحدة تدافع عن السعوديين وغيرهم. ما يجب أن يسأله الأمريكيون هو لماذا يذهب. لا أظن أن الولايات المتحدة أو الأمريكيين يعارضون أي شيء يحقق المصلحة الأمريكية. ما الذي استفاد من هذه الصفقة خلف الأضواء التي لم يقل بايدن أحد شيء حولها؟ إسرائيل هي المستفيدة، وأيضا مقاولين الدفاع الأمريكيين، صناعة الدفاع في أمريكا، هم الذين يريدون دعم المملكة العربية السعودية، لأن هذا أمر مربح بالنسبة لنا. الأمر لا يتعلق بأن الرئيس الأمريكي يجب أن يذهب أو لا يذهب إلى العربية السعودية، ولكن على الصفقات التي يعقدها ولا تحقق المصلحة الأمريكية. آمل أن نركز على هذا الأمر. هل الأمر بهذا الشكل سيد إيرلي، يعني من الزاوية التي أخذتها سيدة واتسون بالنسبة لزيارة بايدن إلى السعودية، وهل هي فعلا زيارة إلى السعودية أم هي زيارة لها بعد إقليمي بالدرجة الأولى قبل السعودية؟ أعتقد أن الكل لديه أفكار حول ما سيناقشه بايدن وما الذي يوافق عليه بايدن، وهم يحللون الزيارة عبر هذا المنظور. هناك عدة أمور. أولا
لا أتوقع من بايدن أن يعلن أي شيء، لا أتوقع اتفاق أمني ولا أتوقع معاهدة أو تحالف أو أمر يختلف جذرياً بعد الزيارة عما كان عليه قبل الزيارة. هذه ربما رحلة تسمح للرئيس بايدن والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية لتجاوز الفترة الخشنة التي مرت بها العلاقات في الفترة الماضية والعمل سوياً بشكل فعال وكفء للتعامل مع الأمور الثنائية والتحديات الإقليمية التي تتخطى بيع الأسلحة. دعونا نكون واضحين في هذا الأمر، هذا جزء صغير من اللغز. وبصراحة وهو أمر مهم أيضا، الاجتماع في جدة مع مجموعة الخمسة من مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى ثلاثة، التركيز سيكون حول إيران بشكل عام. إيران تمثل خطر آني وموجود في المنطقة، هم يعلمون ذلك ونحن نعلم ذلك، ومصلحة الجميع ستخدم إذا خرجنا بخطة للتعامل مع هذا التحدي. سيدة واتسون، يبدو بأنه هذا التصور الذي يبنيه معارضو الزيارة منطلق من آثار سابقة ومواقف سياسية محلية لدى بعض النخب السياسية الأمريكية. ألا تعتقدين أن ما تحدث عنه السيد إيرلي يوصف حالة إعادة تشكيل لما يجب أن تكون عليه السياسة الخارجية الأمريكية في حالة استقطاب الآن خاصة في منطقة الخليج، واستعداد بعض الدول التي كانت حليفة الولايات المتحدة إلى أن تذهب شرقا؟ هذا سؤال كبير وضخم. من الواضح أنه هناك تغير في مقاربة الرئيس بايدن باتجاه المملكة العربية السعودية، وبعد أن وعد الشعب الأمريكي شيء يتعلق بإنهاء الأسلحة، بيع الأسلحة للمملكة العربية السعودية، لم يحدث أي من هذا الأمر. مقتل جمال خاشقجي من قبل محمد بن سلمان حدث منذ 3 سنوات، ولكن لم يكن هناك مساءلة، والحرب في اليمن قد يكون هناك وقف إطلاق النار ولكنها تستمر، وحصار اليمن يؤدي إلى تجويع وكارثة إنسانية، هذا أيضا يستمر. لا أحد يسأل الولايات المتحدة أن تنهي علاقتها مع المملكة العربية السعودية. ما نطلبه وما وعد به بايدن الشعب الأمريكي هو وافق على أنه يجب أن ننهي بيع الأسلحة للمملكة العربية السعودية. اعذريني سيدة واتسون، يعني درجة الاحتداد الآن في مطالبة بايدن في مسألة حقوق الإنسان تجاه السعودية لم تكن هي نفس درجة الاحتداد حتى في عهد إدارة الرئيس ترامب الذي في عهده تم قتل الصحفي جمال خاشقجي. هذا غير صحيح. انتقادنا للسياسة الخارجية بدأت مع عهد الرئيس ترامب، وكيف أنه أنقذ محمد بن سلمان من خلال عدم المساءلة. الانتقاد كان موجود في ذلك الوقت. إذا اختلف شيء ما فهو إهانة الرئيس بايدن للتوجه إلى هناك. الرئيس لم يقدم هذه الوعود لأنها كانت الشيء الصحيح، لأنه كان يعلم أن هذا هو ما يريده الشعب الأمريكي. الكونغرس صوت مرتين لتعليق الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، وحدث ذلك تحت وصلت الفكرة. دعيني أسأل سيد إيرلي هنا. سيد إيرلي، إلى أي حد مسألة حقوق الإنسان محدد في زيارة بايدن، ويمكن أن يقيم هذه الزيارة سلبا أو إيجابا من وجهة نظر النخبة الأمريكية سيد إيرلي؟
النخبة الأمريكية؟ لا أعلم ماذا تقصده بالنخبة الأمريكية. حقوق الإنسان بالتأكيد ستكون قضايا، نحن نعلم ذلك، نعلم أن بايدن سيثير موضوع حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، ولكن هناك إدراك بصراحة، وهذه الزيارة تظهر هذا الأمر بوضوح، بأننا نجعل العلاقات بالكامل رهينة لموضوع حقوق الإنسان. هناك مطالبات لعزل الرئيس بايدن لمحمد بن سلمان وألا يكرمه بلقاء أو بمصافحة، ولكن ما هو واضح هو أنك إذا تقيدت بهذه السياسة سنفقد شريك هام للغاية في السعي لتحقيق أهداف استراتيجية كبيرة. والتقييم كان أنه الأمر لا يستحق الأمر، لا يستحق العناء. النقطة الأخرى فيما يتعلق بوعود بايدن بأنه ألا يتعامل مع المملكة العربية السعودية أو لبيع السلاح لها، أولا علينا أن ننظر في هذه الوعود. لم يقل أحد أنه سيوقف الأسلحة بالكامل، بل الأسلحة الهجومية التي تستخدم في اليمن. وثانيا المملكة العربية السعودية وبنيتها التحتية تحت الهجوم من قبل الحوثيين. إذن في نهاية المطاف هناك خيار أمامك، إما تجاهل وعزل وتغريب حليف رئيسي نحتاج إلى تعاونه لتحقيق مصالحنا التي تتخطى التعريف الضيق الذي يريد البعض أن يعطيه لنا. وبايدن عن حق قرر أنه حان الوقت ليس لنسيان الأمر، ولكن نتعامل مع شخص يجب أن نتعامل معه. نقطة أخيرة، بايدن قال ذلك، الحملات الانتخابية شيء وكون أن تكون رئيس شيء آخر، وهو قال أنا أريد أن أقود العالم وأحتاج أن أتعامل مع المملكة العربية السعودية للقيام بذلك. سيدة واتسون، هذه وجهة نظر واقعية وطرح منطلق من فهم هذه السياسة التي تنتهجها إدارة الرئيس بايدن. ما الذي يطلب منه أكثر من أنه عبر صراحة عن وجهة نظره، وإدارته تتخذ مسألة حقوق الإنسان أو تحملها على محمل الجد وتتحدث بها صراحة، وكانت مرحلته أو عهدته بدأت بفتور شديد في العلاقة مع السعودية. ما الذي يطلب منه أكثر من ذلك؟ مرة أخرى أنت تضع الأمور في صندوق وأنا لا أريد ذلك. هو وعد بوقف كل مبيعات الأسلحة للمملكة العربية السعودية وليس أسلحة هجومية، ونحن لا نقبل أن المرشح يكون يكذب علينا عندما يكون يترشح وعندما يصبح رئيس. بيع مليارات من الدولارات من الأسلحة، أنا لا أرى أن ذلك يحقق المصالح الأمنية الأمريكية، بل يحقق مصالح شركات الدفاع ومصلحة إسرائيل. ليس لدي تفسير جيد لماذا هذه الأفعال على وجه التحديد ستخدم مصلحة الشعب الأمريكي، لأنها لا تخدم، بل ستدخلنا أكثر في حروب في المنطقة. والخطر الواضح والآني في المنطقة هو الحرب في اليمن التي قتلت الآلاف. إيران لم تقتل الآلاف، بل السعودية التي قتلت. دعونا نستيقظ لنرى ما هو الخطر الحقيقي في المنطقة وحماية الشعوب المنطقة. قد يكون لا يتفق معك كثيرون في أن إيران أيضا لم تقتل الآلاف. على كل حال ضيق الوقت، شكرا جزيلا لك من نيويورك سارة ليا واتسون، ومن واشنطن السفير آدم إيرلي، شكرا جزيلا لكم. بعد